تنضم لنا الحاجة صفاء علي عبد الوهاب، الأم المثالية الأولى في محافظة بني سويف. حاجة صفاء، ألف ألف مبروك. وطبعا أكيد كل الأمهات تستحق التكريم، ولكن إزاي استقبلتي خبر تكريمك كأم مثالية؟ اتصل بيا أحد الأفراد وقال لي إن أنا فزت بالأم المثالية الأولى على محافظة بني سويف. طبعا أنا كنت سعيدة جدا، يعني حاجة ما كنتش متوقعها، فكنت سعيدة جدا جدا، وبصراحة يعني حاجة بسطتني وبسطت بناتي. طب قوليلي الرحلة بتاعتك اللي وصلتك انك تاخدي النهاردة وتتوج رحلتك لانك تبقي ام مثالية في بني سويف. قبل أي حاجة أشكر فخامة الرئيس السيسي السيدة قرنطو. النهاردة بصراحة يعني يوم خلونا نسينا أي تعب ونسينا أي حاجة. كانت حفلة قمة في الجمال، قمة في بصراحة الدفء، حفلة جميلة قمة في الدفء جدا. الأسري. يعني حسينا إن إحنا قاعدين في عيلة، في أسرة، في بيت مقفول علينا، فرحانين، الناس بتشكرنا، الناس بتقدرنا. بصراحة حفلة كانت تحفة. ايوه، ايه وزي بقى ما اللي يكون قبل يعني بصي الحفلة؟ الرحلة اللي قبل الحفلة. هقولها بس لازم اديله حقه بصراحة، يعني زي ما يكون حتى الفنانين اللي جابهم اللي إحنا بنحبهم. أنا كان زوجي توفى، وكان معايا، كان شغال في أحد البنوك يعني، وكان معايا 3 بنات. البنت الكبيرة كانت سنة، وكانت عند في الصف الثاني الابتدائي، وكان عندي البنت الثانية الطبيبة، دي كانت لسه ما راحت، كان عندها بتاع 5 سنين، والبنت الصغيرة اللي هي لسانس الحقوق، آخر سنة لسانس حقوق، كانت عندها سنة وشهرين. وطبعا مسؤولية الأطفال وهم صغيرين بتبقى صعبة. أنا كنا أسرة صغيرة سعيدة جدا جدا، كنا معتمدين على الأب تماما حتى في طلباتنا الخاصة بتاعت البيت، بنخرج، بنتفسح، بنسافر. ويعني الله يرحمه ويسامحه، كان يعني بصراحة الأخ والابن والزوج وكل حاجة لينا. فطبعا لما توفى طبعا بدأت أخرج للحياة، وأنا يعني ما كنتش بعمل أي حاجة، ما كنتش بشتغل، ما كنتش بعمل أي حاجة خالص اللي انا كنت معتمد عليه تمام. فطبعا انا يعني مدرسه علوم، ما كنتش بشتغل، اخذت دبلومه تربويه، خدت دوره ICDL بامتياز وتفوق، وكذلك برضه دبلومه تربويه، وقدمت واشتغلت بالحصه، ووقتها كانت الحصه ب 90 قرش. وبدات طبعا اسعى لان انا اثبت، واثبت وكتبت عقد مميز، وبعد كده اثبت وبدأت رحلة الحياة بقى طبعا، والمشقة مع البنات. هما كانوا مطيعين وكانوا بيساعدوني بصراحة كتير، هاديين ومطيعين، بس طبعا أنا كنت بعاني من إن هما يعني أنا عايزة أربيهم بطريقة معينة. وطبعا الوقت بتاعنا دلوقتي في فرق في التربية بين الأجيال، بس فالحمد ازاي لله يعني، حسيتي الفرق ده؟ يعني ازاي عشان ايه تقول لهم الفرق؟ ده صح ده غلط، هما عايزين يعملوا زي أصحابهم. انا مثلا ما كانش عندي، مثلا ما عنديش بنات تخرج تروح عند اصحابها البيت، هم اصحابهم كانوا بيجوا عندهم لان انا ما عنديش اولاد. فمثلا عايزين مثلا يروحوا رحلات مع اصحابهم، كنت ببقى متحفزه. فهم بصراحه ساعدوني ان هم بداوا يمشوا على القواعد والمبادئ اللي انا حاطاها لهم، والحمد لله دلوقتي واحده محاسبه في بنك ربنا وبنت يخليهم لك يا متزوجه، رب، يا رب يخليهم لك وتفرحي بيهم متزوجه اكتر واكتر دايما كل يوم. وجوزها يعني الأب والأخ والصديق ليها. ربنا يحفظه. حلوة وعندي فكرة البنت انك الثانية، انتي او بنوتك لما بتوصفوا شريك الحياة انه اب واخ وصديق. يعني هو احنا عشنا في بيت فيه الحنية والدفء، فالحمد لله برضو ربنا رزقنا الحمد لله بشخص برضو فيه الحنية والدفء. الحمد لله. والبنت الطبيبة متفوقة، كانت الأولى في الثانوية العامة على المحافظة عندنا، وكانت برضو مرتبة على الجمهورية، وبرضو كذلك في الإعدادية وفي الابتدائية. الست السعدية يا جماعة قوية. وحفظة ربنا جزاني خير، ربيتهم يعني الحمد لله، يعني ربيتهم أحسن تربية، فربنا جزاني خير. والبنت الصغيرة آخر سنة لسانس حقوق، وبتنجح برضو بجيد جدا والحمد لله. يا رب كده يفرحك بيهم كمان وكمان، وألف ألف مبروك. شكرا جزيلا الحاجة صفاء علي عبد الوهاب، الأم المثالية الأولى في محافظة بني سويف.